الخير عليكم. لقاء يتجدد وهنا مسبيرو أصحابكم طوال هذه الحلقة في فقرة إخبارية ثم لقاء. لقاء حول يعني النهاردة عدى أكثر من 100 يوم على الحرب على غزة منذ أن اندلعت في 7 أكتوبر من العام الماضي. والحقيقة طوال 100 يوم لم تدخر مصر جهدا في تدعيم أشقائنا في فلسطين على المستوى السياسي. بنشوف لقاءات سيادة الرئيس، بنشوف المؤتمرات التي تعقد، بنشوف المنادات بوقف إطلاق النار بالهدنة، بنشوف المساعدات والاستغاثات الإنسانية اللي بتحصل من أهلنا هناك والاستجابة لها، بنشوف سيارات الإغاثة. يعني الحقيقة لا، يعني مجهود مصر ما حدش يزايد عليه، لأنه ده مجهود تاريخي، وفلسطين معروف موقفنا قبل هذه القضية طوال الوقت. بل يضاف عليها كمان انه يعني هناك تدعيم شعبي لهذا الموقف اللي بتتخذه مصر، وده برضو تاريخ الشعب المصري. هناك تدعيم على مستوى الجمعيات الأهلية سواء من خلال التحالف الوطني او مؤسسة حياة كريمة. يعني الإغاثات والسيارات والمساعدات، مش بس على فكرة مساعدات في الغذاء ولا مساعدات مالية ولا سيارات، لا كمان حتى المؤازرة النفسية، وده بيهم جدا الشعب الفلسطيني. ده هيكون موضوع حوارنا في النصف الثاني من الحلقة مع الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي. الرئاسة اليوم الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية فرنسا لبحث الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا والبحر الأحمر. القاهرة وباريس تؤكدان رفضهما المطلق لأي إجراءات تهدف لتهجير الفلسطينيين. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير خارجية الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نقل الوزير الفرنسي تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرئيس، وتم تأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون واسع النطاق بين البلدين. طبعا مصر وفرنسا جماعة حضارتين كبار، يعني حضارات كبيرة، علاقات تاريخية عميقة منذ فترة كبيرة جدا، بما يعكس تقارب الرؤى والمصالح ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصة في ضوء تعدد مجالات التعاون الاقتصادي القائمة حاليا. إيه كمان في اللقاء؟ ذكر المتحدث الرسمي اللقاء تناول أيضا الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لوقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المأساة الإنسانية. أيضا من جانبه أكد الوزير الفرنسي حرص بلاده على تنسيق الرؤى والجهود مع مصر في اتجاه الوقف المستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بشأن ضرورة منع دائرة الصراع مع من التوسع. خلينا نشوف فيديو خاص بهذا اللقاء ونرجع نواصل تحليل تليفوني حول استقبال سيادة الرئيس لوزير خارجية فرنسا. إذن اللقاء الهام مع وزير خارجية الفرنسي تناول العلاقات الثقافية السياسية، موقف البلدين من الأحداث في غزة، أيضا الأوضاع في ليبيا والسودان. يعني كل هذه المحاور هامة. يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ نبيل نجم الدين المتخصص في العلاقات الدولية. برحب بك يا أستاذ نبيل. مساء الخير عاطف بك، والتحية للسادة المشاهدين. يعني أهمية هذا اللقاء الذي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي. في الحقيقة العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات تاريخية وطيبة وذات رؤية استراتيجية في كافة المجالات، في المجالات الاقتصادية والسياسية. هذه الزيارة للسيد ستيفان سيجورني وزير الخارجية الفرنسي إلى القاهرة ولقائه مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في ظروف إقليمية ودولية في غاية الحساسية. فهناك ملف غزة الذي يتعارض مع كافة معايير الشرعية الدولية والقانون الدولي،
وهناك أيضا هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية في البحر الأحمر. نعم. وهناك ملف السودان وهناك ملف ليبيا، فهناك العديد الحقيقة من الملفات الساخنة المشتركة بين فرنسا وبين مصر. طيب يعني لو تحدثنا عن يعني النهارده مرور اكثر من 100 يوم على ما يحدث في غزه، وتاكيد الرئيس لاكثر من مره على يعني عدم التفكير تماما في تهجير اهل غزه من اراضيهم، وكمان تضامن الموقف الفرنسي مع الموقف المصري، ماذا تقول؟ الحقيقه فخامه الرئيس السيسي استعرض مع وزير الخارجيه الفرنسي الجهود المصريه مع مختلف الشركاء الاقليميين والدوليين للتوصل لوقف اطلاق نار. نعم. ايضا وشرح له اهميه تامين وتسهيل مرور المساعدات الانسانيه لغزه. نعم. واكد ايضا الرئيس المصري في لقائه مع وزير الخارجيه الفرنسي أن المجتمع الدولي عليه مسؤوليات يجب أن يطلع بها نحو تنفيذ القرارات الدولية. الوزير الفرنسي بعد لقائه مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن هناك حرص من باريس لتنسيق السياسات مع القاهرة. صحيح. وأكد أيضا اتفاق موقف فرنسا ومصر بضرورة منع اتساع الصراع في غزة، وكذلك تفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة. فهناك يعني اتفاق في النقاط الاستراتيجية الأساسية بين القاهرة وباريس، وأعتقد أن اللقاء اليوم له أكثر من بغزة وستكون له تداعيات على عدة أبعاد وعدة ملفات. لو بنتكلم على الجانب الاقتصادي والمشروعات وبروتوكولات والاستثمار في مصر من الجانب الفرنسي، هل لديك أرقام أو معلومات؟ أعتقد أن التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي بدأ منذ كان الرئيس محمد أنور السادات رئيسا لمصر في ذلك المشروع الضخم وهو مترو الأنفاق في القاهرة. نعم. الحقيقة هذا المشروع كان بداية قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين. هناك أيضا تعاون في مجالات التدريب ومجالات الطاقة، وأعتقد أن هذه المرحلة بتتطلب من العاصمتين تطوير التعاون الاقتصادي لصالح مصر ولصالح فرنسا. أستاذ نبيل نجم الدين المتخصص في العلاقات الدولية، بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل. هنطلع لفاصل ونعود لنواصل فقرتنا الإخبارية. بالنسبة للخروج من الأزمات الاقتصادية ومنها فكرة إنشاء مناطق حرة، وده هيحصل فيه بروتوكول ما بين هيئة الاستثمار وأيضا المجتمعات العمرانية الجديدة. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن مقترحات إنشاء مناطق حرة عامة بالمدن الجديدة. هنتكلم على 130 فدان بالحي الصناعي التاسع بمدينة بني سويف الجديدة، 150 فدانا بالمنطقة الثانية الصناعية بامتداد مدينة أسوان الجديدة، 149 فدانا بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة، 150 فدانا بالمنطقة الصناعية بمدينة حدائق العاصمة. الدكتور عاصم الجزار طبعا وزير الإسكان قال إنه مستعدون للبدء في تنفيذ هذا التكليف، ووفق نظام الشراكة الذي سيتم التوافق بشأنه مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كمان في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قالت إنه في طلبات كثيرة جدا على الاستثمارات الأجنبية خاصة بالضفائر الكهربائية، البلاستيك، الملابس، المنسوجات، المركبات الكهربائية، الأنشطة الرقمية الخدمية، البوردات، الخدمات البترولية، أجهزة تعويضية، طلمبات الرفع وتخزين قطع الغيار، ويتم البروتوكول وبسرعة يتم التنفيذ. لكن خلينا ناخد تفاصيل من الأستاذ حسن أبو خزيم الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون رئاسة الوزراء بروز اليوسف. برحب بك يا استاذ حسن. استاذ عاطف مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. نرجو ان حضرتك تشرح للساده المشاهدين يعني ايه منطقه حره.
منطقة حرة يعني، خاصة ان هي بيتم انشائها وما ذلك يعني، وخاصة ان هذا الموضوع اللي حضرتك تحدثت فيه ده يعتبر موضوع جديد من الموضوعات. احنا عارفين كان لدينا عدد من المناطق الحرة خلال الفترة الماضية، يمكن حوالي 9 مناطق يعني حرة، بالاضافة اكثر من يعني وعدد طبعا من المناطق الاستثمارية وما ذلك. ولكن ازاي ان انت بتفكر كفكر جديد او خارج الصندوق على اساس هذه المدن الجديدة وما ذلك، بها عدد كبير طبعا من المرافق وما ذلك، وتم ترفيق هذه المناطق واصبحت جاهزه للاستثمار وما ذلك، على اساس تنشئ مثل هذه المناطق الحره، بتستفيد منها زي ما حضرتك تفضلت في عدد كبير من الموضوعات او الطلبات اللي هو تم تقديمها للهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره، سواء بالنسبه للسيارات، بالنسبه للبرمجيات وما ذلك وغيرها طبعا من الطلبات زي ما حضرتك سردت في هذا السرد الجميل. ويمكن كان منصب هذا الاجتماع الدولة المصرية وفرت لا يقل عن 11 موقع زي ما حضرتك تفضلت لإنشاء مثل هذه المناطق الحرة في عدد كبير طبعا من المناطق المدن الجديدة وما لذلك. ولذلك يعني هدف الدولة المصرية خلال هذه الفترة والحكومة، ويعتبر من أولويات الدولة المصرية، إزاي بتجذب الأجنبي للاستثمارات الأجنبية وما لذلك، ويكون لديك دخل كبير بالنسبة للدولار وما لذلك، وخاصة لديك يعني تهيئة بيئة مناخ جاذب. حضرتك كدولة مصرية وكحكومة مصرية يمكن أنفقت لا يقل عن يعني 10 تريليون جنيه خلال 9 أو 10 سنوات الماضية على البنية التحتية. البنية التحتية، ولذلك المستثمر لديه تهيئة بيئة مناخ جاذب. سواء طب ايه الجاذبية في يعني ايه العناصر المشهيات اللي تجذب المستثمر الأجنبي في كلمة منطقة حرة؟ هل سعر الأرض، هل الخدمات، هل الضرائب، يعني ايه اللي هي امتيازات اللي هياخدها؟ هو عدد كبير من هذه المحاور زي ما حضرتك تفضلت استاذ عاطف، سواء بالنسبه للبنيه التحتيه، بالنسبه لترفيق هذه المناطق، سواء حتى بالنسبه للخدمات وما لذلك، والرخصه الذهبيه. يمكن الحكومه المصريه يعني ادت حوالي اكثر من 25 رخصه ذهبيه للمشروعات، وبتتوسع في المشروعات وبتتوسع في هذه الرخصه الذهبيه. ولا ننسى كذلك القضاء، ان انت بتحاول بقدر الامكان القضاء على الروتين والبيروقراطية وما لذلك، عملية الرقمنة وما لذلك. يستطيع أي مستثمر هو قاعد في دولة يعني خارج مصر، يستطيع أن هو يوصل المستندات لإنشاء مثل هذه المشروعات، أو حتى لو هو موجود على أرض الدولة المصرية، مش مهم أن هو يروح يخبط على الوزارات والهيئة العامة للاستثمار وما لذلك، لا، حضرته يعني يستطيع من خلال الشركة الخاصة به ان هو يبعث المستندات ومجلس الوزراء او الهيئة العامة. وده ينطبق على المستثمر الوطني كمان يعني، او المحلي طبعا. وانت يعني عينك على المستثمر الاجنبي، عينك كذلك على المستثمر الوطني، المستثمر المحلي. ان الهدف الكبير دلوقتي ازاي بتوطن مثل هذه الصناعات، او بتزود طبعا المكون المحلي بدلا من عمليات الاستيراد من الخارج. لا، دلوقتي حتى بالنسبه يمكن حضرتك اشرت الى المناطق الحره، ولكن لديك كذلك المناطق الخاصه وما ذلك. يمكن المناطق الخاصه خلال الفترة الماضية وفرت لا يقل عن 85 يعني ألف فرصة عمل، بها لا يقل عن 209 يعني من المشروعات سواء الصناعية والخدمية، اللي هي يعني بتمثل حوالي 18% من المناطق الحرة والخاصة. دي يعني ده فكر جديد طبعا من فكر الدولة المصرية، وهو يعني تهيئة بيئة مناخ جاذب. ولذلك عدد كبير يعني من المستثمرين ان هم بيقبلوا على الاستثمار في الدولة المصرية، مش عشان خاطر عيوني ولا عيون الدولة المصرية، ولكن هو واجد بالفعل ان هناك تهيئة بيئة مناخ جاذب لم يجد هذا المكان في اي دولة اخرى. بالاضافة طبعا الحمد لله طيب. يعني الامن اللي هو موجود وما لذلك، ده بيشجع المستثمر. اخيرا في ثواني معدودة، نعم. يعني يا استاذ حسن، هل محطوط يعني جدول زمني لاتمام هذه المناطق والبروتوكول ما بين الهيئة العامة للاستثمار والمجتمعات العمرانية الجديدة؟
يعني خلال الأيام القليلة المقبلة طبعاً بعد معاينة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكل هذه المواقع سواء ال 11 موقع وغيرها طبعاً من المواقع، ولكن هناك محدد عشان يتم يعني إنشاء هذه المنطقة لابد حوالي 150 يعني فدان بيتم معاينته، وفور المعاينة على الفور بيتم توقيع هذا البروتوكول بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية طبعاً الخاصة في وزارة كان، وبيتم بعد ذلك إنشاء هذه المناطق. أشكرك على هذه المعلومات أستاذ حسن أبو خزيم الصحفي المتخصص في شؤون رئاسة الوزراء بروزا اليوسف. هنطلع لفاصل ونعود لنواصل. كمان جدية في التعامل وهو ما ينبغي أن يحدث، يعني إن وزير الري قال سحب أعمال تأهيل الترع من المقاولين المتأخرين عن تنفيذ الملاحظات والاستعداد لأقصى الاحتياجات. وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بسرعة إنهاء أعمال تأهيل الترع وسحب العمل من المقاولين المتأخرين في تنفيذ الملاحظات الموجهة إليهم، مع سرعة إعداد بيان بموقف المرحلتين الأولى والثانية لتأهيل الترع ضمن مبادرة حياة كريمة يتضمن تاريخ انتهاء الأعمال المقرر ونسبة التنفيذ وموقف الاستلام وما جرى اتخاذه من إجراءات لإنهاء الأعمال. وده جه أثناء اجتماع عقد وزير الري مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات. تفاصيل أكثر مع المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. برحب بك يا باشمهندس. يعني هو كان في تكليف إن احنا يتم إنهاء أعمال تأهيل الترع وتم تأخير من المقاولين؟ يعني في بعض الملاحظات اللي بتظهر في بعض الترع اللي تم نهوها وتنفيذها مؤخرا، والملاحظات دي تم ارسالها للمقاولين لمراعاتها وعمل التعديلات المطلوبه والاصلاحات المطلوبه لتهدئه هذه المحافظات هذه الملاحظات. والدكتور سويلم خلال اجتماعه بالساده رؤساء الادارات المركزيه للموارد البحريه والري بالمحافظات اشاد بسرعه نحو هذه الملاحظات وعدم قيام بتنفيذ هذه الملاحظات، يتم سحب الاعمال منهم وعدم قيام مهمتي الوزاره في المحافظات باستلام اي اعمال تاهيل الا بعد الانتهاء من تنفيذ هذه الملاحظات عشان تضمن انه اعمال المركزه في التاكيد تكون سليمه تماما ولا توجد فيها اي ملاحظات. في نفس الوقت بالنسبه للترع الجاري ده هنا بالفعل حاليا دكتور سويلة موجه بقيام مسؤولي الري في المحافظات المختلفه المرور الدوري على هذه الترع أعمال التأهيل طبعا الموجودة في هذه الترع لمتابعة عملية التنفيذ وضمان جودة التنفيذ وعدم وجود أي أخطاء في التنفيذ، بحيث يتم أيضا استلام الترع الجاري تنفيذها حاليا بأعلى مستوى من الكفاءة وفقا للاشتراطات الهندسية المطلوبة. طيب ايه معنى الاستعدادات لفترة أقصى الاحتياجات وأعمال تطهير الترع؟ ايه اقصى الاستعدادات؟ فتره اقصى الاحتياجات اللي هي الفتره اللي بتبتدي من مع الصيف من شهر 5، الفتره دي اللي بتكون فيها الاحتياجات المائيه في اقصاها. طبعا حضرتك عارف فتره الصيف طبعا درجات الحراره بتكون مرتفعه، وبالتالي الاحتياجات المطلوبه للري للري المحاصيل والزراعات المختلفه بتكون في اعلاها، وايضا احتياجات مياه الشرب بتكون في اعلاها، فعشان كده بنسميها فتره اقصى الاحتياجات.
دكتور سويلم وجه خلال الاجتماع بمتابعة من الآن أعمال تطهيرات الترع والمصارف بحيث تكون جميع الترع والمصارف اكتمل تطهيرها قبل فترة أقصى الاحتياجات اللي هي تقريبا بتكون في شهر 5 من كل عام. طيب تكون هذه الشبكة من المجاري المائية قادرة على إدارة التصرفات المائية، سواء بنتكلم عن ترع بتوصل مية لأراضي زراعية أو مياه شرب وغيرها من الاستخدامات، أو حتى مصارف بتتلقى مياه صرف الزراعة. أيضا لازم تكون المصارف هي كمان مطهرة وتقدر تمرر هذه التصرفات المائية بدون حدوث أي التحامل. طيب أنا شايف أنه أثناء الاجتماع تحط تاريخ لانتهاء الأعمال المقررة، يا ترى إيه هو التاريخ؟ طبعا أنا أسألك قبل فترة أقصى قبل مايو لازم تكون خلصانة شهر 5، لازم تكون شبكة الترع والمصارف مطهرة بالكامل وقادرة على إدارة التصرفات المائية. أشكرك باشمهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. وصلنا لنهاية الفقرة الإخبارية، فاصل وأرجع لكم مع الأستاذة سمر الدسوقي كاتبة صحفية، نتكلم على المساعدات المصرية، مؤازرة مصر بحكومتها وبشعبها وبجمعياتها الأهلية تجاه